السبحانية والنغمة الهادئة والصاخبة. فماذا تنتظرون؟ هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام وسيرقصون معهم خوانا. إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف، عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا، لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. إلى محب الغناء اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات فلا هم يتوبون ولا هم يذكرون. إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ فلا، وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. والنتيجة شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله، شبابنا يموتون على المعازف والألحان، شبابنا خانتهم الأغاني ضرتهم الأماني وضحك عليهم الشيطان. رسالة يا أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل واعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات رسالة وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات، أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها، وما ضاعت البطولة والانتصارات إلا بسببكم. والله ماذا نزل وشرب الخمر سكرا وما رقص راقص ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب، فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب ويغلق الباب.